ينضم إلينا عفوا السيد عبد الله الخفيفي المتحدث باسم البلدي ببنغازي. بداية أهلا وسهلا بك سيد عبد الله، وهذا الإجراء ربما كان مفاجئ لسكان بنغازي، لكن نريد أن نبحث في تداعيات هذا النقل إلى تلك المنطقة، تفضل. مرحبا بك، وأنا تحدثت في مداخلة سابقة عن هذا القرار الذي صدر من الاجتماع الثالث للجنة إدارة الأزمة ببلدية بنغازي. طبعا هذا القرار جاء نتيجة الازدحام الشديد الذي يسببه ما يعرف بسوق الجمعة في مدخل بنغازي الشرقي، وسوق العشية أو سوق دينارين في كتيبة الفضيل سابقا. نعم. وطبعا هذا القرار يأتي لفك الازدحام المروري الذي سببه هذين السوقين، وكما تحدثت في مداخلة سابقة عبر قناتكم الموقرة أن موقف السيارات المقابل لمقبرة الهواري القديمة هو المقر الجديد، هو باركي سيارات على مساحة كبيرة الآن غير مستغل باعتبار أن المقبرة القديمة قد أغفلت. نعم. ويفصل بينه وبين المقبرة سور، هذا الكلام موجه لمن يقول كيف تقومون بإنشاء سوق أمام مقبرة. نعم. طيب سيد عبد الله، هنالك ربما اعتراضات واجهتموها من ربما الباعة الذين يستقرون في هذا المكان عن النقل إلى مكان بعيد جدا، كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟ هو بصراحة نأمل التعاون من الأخوة المواطنين أو الباعة في هذا السوق، لأنه يسبب ازدحام شديد، يجب عليهم أن يراعوا المصلحة العامة، لأن بنغازي تمر بظروف استثنائية. نعم. فنرجو منهم التعاون، وليس ببعيد كل هذا البعد، نحن لم نقم بنقله خارج مدينة بنغازي، يعني مقبرة الهواري كم تبعد عن بنغازي أو عن سوق الموجود حاليا في ما يعرف بكتيبة الفضيل سابقا. نعم. وأعتقد أن كل باعة لديهم سيارات وإمكانهم التنقل إلى ذلك المكان بسهولة. نعم. طيب هل هنالك أي إجراءات أخرى ربما ستتخذونها في ذلك المكان الجديد من إجراءات أمنية أو حتى ربما من احترازية في ذلك المكان؟ تفضل سيد عبد الله. لا مسمع سؤال سيد. نعم. سألتك عن هنالك إجراءات ستتخذونها حيال هذا المكان الجديد سواء كانت أمنية أو حتى ربما شق يختص به الحرس البلدي في تلك المنطقة، إذا كنت تسمعني سيد عبد الله. ربما لا يستمع إلي سيد عبد الله الخفيف المتحدث باسم بلدي بنغازي، شكرا جزيلا لك مشاهدي.